السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ولاء عزت من قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم متجدد دائما، جمالك مع روعة. هنبتدي بقى حلقتنا. انا قبل ما نبتدي حلقتنا بعتذر عن وجود استاذة وفاء الغنيمي، ان شاء الله تكون موجودة معاكم يوم الثلاث الجاي، اخر يوم النهاردة ليها في الامتحانات، بالتوفيق ان شاء الله. ويلا بقى نبتدي نتجول مع بعض في بستان جمالنا. اول زهرة عندنا استاذة ايمان، الشيفة ايمان. نورتي، واحنا سيبك كده تشتغلي. بصي احنا جبناك بناء على طلب المشاهدين. الله يكرمك يا حبيبتي. انت اتكلمتي بس هم عايزين يشوفوا بعينهم إن شاء ويا رب كده ان شاء الله حلقات تانية تكوني معانا ده بناء على طلبهم باذن الله وتشرف. فهنتكلم بقى هنا مع الضيوف وحضرتك تشتغلي كده ونشوف في الاخر هتدوقينا ايه. ماشي. معانا سمبوسه وكفته فراخ ولازانيا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، وجبه دسمه النهارده. ومعانا الاستاذه رضوى الطيب، وطبعا البستان مش هيكمل من غير البستان بتاعه، استاذه روعه الموجي. امبارح كان في دوره تدريبيه، عايزه اقول انجاز، اعجاز، تقدم، انقلاب، ثوره. عملت ثوره امبارح في بروتين. عملت ثوره امبارح. انت عارفه يعني ايه ثوره يا استاذه رضوى، يا استاذه روعه؟ يعني دي انت في حاجه، انت ضد حاجه فعايزه تثبتي حاجه تانية وتاكدي من نتيجتها، وده اللي حصل امبارح. زي الارض كده، تيجي تحرسيها، بتحرسي الارض وبتزرعيها وبتنتج الثمره بتاعتها. انت امبارح عملتي كده، عملتي اعداد ونفذتي وحصدتي في نفس الدوره. وما كنتش بقول على فكره، كنت عاملاها مفاجاه. وكنت فعلا، انت قلتي انا محضره قنبله. هي وفعلا قنبله فعلا. فعلا كانت قنبله. ايوه. وكمان اتكلمتي في الوقت، انت قلتي انا ابتديت 3 الا ربع وخلصت 5. يعني انت كمان في مهاره عندك، يعني انت نزلتي منتج ومهاره، ومهاره عاليه. عايزاكي تكلميني بس شويه كده كلمتين بساط عن المنتج. هو مستورد ولا محلي؟ برازيلي. برازيلي. انت بقى اللي ماسكه الموضوع كله من اوله. انا بصي، انا الوكيل الحصري طبعا. استاذ خالد هو صاحب المنتج، انا بشكره برضو على الثقه العاليه جدا اللي هو اداها لي، ان انا ابقى المسؤوله، وانا تقريبا اللي كنت متابعه الخامات والماتيريال والجوده يعني لحد ما النتيجه ما طلعت كده، لحد ما انا قلت له هو ده تمام، هو ده اللي احنا عايزينه. ما نفذش فعلا غير لما يعني فضل صابر عليا كتير على فكره، وكل شويه نقول له احنا هنغير كذا، هنغير كذا، هنغير كذا، لحد ما وصلنا للنتيجه اللي انا قلت عليها قنبله، وهي فعلا كانت قنبله امبارح فعلا. انا كنت عارفه ان الدوره دي دوره سبعه. ايه هي دوره تدريبيه تثقيفيه تبع استاذه رندا واستاذ محمود. اتقلبت كل الدوره امبارح كانت بتتكلم على البروتين، بروتين روعه. ما هو انا عشان خاطر انا ما اعلنتش عن اي حاجه، وانا قلت في قنبله بس هتتفجر بكره في الدوره دي. انما ما حبيتش اتكلم عن التفاصيل، عشان انا كنت عايزاها مفاجاه، والحمد لله هي فعلا كانت مفاجاه وفعلا كانت قنبله وفرقعت. البروتين ان كل متخصصه بتتعب جدا 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 في موضوع تطبيق البروتين دوت. فانا كان نفسي حاجه يعني موضوع البروتين ده متعب جدا جدا جدا، فان انت تجيبي حاجه الماتيريال بتاعتها عاليه، تبقى تعمل طراوه في الشعر، تعالج الشعر، تنعم الشعر، تعالجه من كل حاجه. انت عملتي انفراد واستقلاليه امبارح على فكره، وفي نفس الوقت الحاجه دي ما تضرش الشعر. طبعا كل اللي بيشتغلوا بروتين هم عارفين قصدي ايه في الكلام ده كويس، هم عارفين ان الحاجه في حاجات كتير. انا ماليش في مجال التجميل، بس انا رحت احضر مخصوص لما انت قلت قنبله وشفت، وفعلا حصلت قنبله وقلبت الدوره. انا اديتها لحاجه ثانيه، دخلت في البروتين بتاعي ان شاء الله. في حلقه ثانيه ان شاء الله هنزل كل التفاصيل بتاعه المنتج ده. هو اسمه روعه اورجانيك على فكره، كمان نازل باسمي الحمد لله. وان كل متخصصه تشتغل. انا طبقت امبارح على الهوا. أيوة. وزعنا المنتج، بدأنا توزيع. انت عملتي كل حاجه امبارح. بدأنا توزيع الساعه، بدأنا توزيع الساعه 3 الا ربع، الساعه 5 كنا غسلنا الشعر ونشفناه كمان. فقدام الناس كلها على الهوا، يعني هو ده الانجاز اللي انا كان نفسي فيه، وفعلا قدرت احققه. برافو. بقالنا شهور. بقالنا شهور يعني احنا مش لسه بنجربه، هو امبارح اتولد بقى في وسط الناس. انما هو بقاله شهور بنكبره جوه زي الجنين اللي بيكبر في الرحم بالظبط.
والحمد لله عليك واثبتي الحمد لله اثبتي وانجزتي الحمد لله. استاذه رضوى انت كنت وعدتي الحلقه اللي فاتت انت عايزه تتكلمي على حاجه جديده مثيره كده. احنا بصي اي حد عندنا هنا لازم يقول كده عجائب، فعايزه بقى هتقولي لنا ايه النهارده؟ هي حاجه ممكن تكون معروفه بس انا عاوزه يعني اطلعها في النور شويه. أيوة. لكل مشاهدينا عشان يبقى في ثقافه ازاي انا في البيت اقدر اعتني بشعري. أيوة. وهي حاجه اسمها ديتوكس. ديتوكس ده يعني تطهير من السموم، زي ما بنعمل ديتوكس لمعدتنا ديتوكس للكبد، احنا بنعمل النهارده ديتوكس لفروه الراس. وعاوزه اعلم كل اللي بيتفرجوا عليا ازاي يعملوا ده حتى في البيت. أيوة. يعني عاوزاهم يستفيدوا حتى في البيت. الديتوكس ده ممكن نعمله بحاجه بسيطه جدا جدا، بتضيفيها للشامبو بتاعك، بتطهر الشعر وبتعالج الشعر تماما من القشره. الكلام ده بس انت بتوجهيه للمتخصصات ولا كمان العملاء البيوت اللي قاعدين في البيت اللي لستات البيوت وشعر اولادهم وكده؟ بس لستات البيوت اولا، حبايبنا طبعا والمتخصصات اصدقائي، تقدر ازاي تعالج العميله بتاعتها لو جايه تشتكي من القشره. ازاي بنعمل ده؟ لو الجلسه انا هقول الاول ازاي ست البيت تعمل ده وبعدين هوجه كلامي للمتخصصات. ست البيت تعمل ده ازاي؟ من عند العطار ازازه صغيره كده فيها زيت نعناع، زيت نعناع، وبتضيفه على الشامبو بتاعها معلقه زيت نعناع على معلقتين شامبو، وبعدين بتحط مكيال ميه كوبايه وبترج كويس جدا، وبعدين تحطه على الفروه وتدلك الفروه كويس قوي وتسيبه 5 دقايق وبعدين تشطف الشعر. ده بيطر الشعر جدا وبيطهر الفروه تماما تماما من القشره. يعني لو هي عندها قشره مجرد قشره موسميه او من الكتمه الحجاب بتاعها بتروح فورا في الجلسه دي، لو قشره فطريه بتاخد جلستين او ثلاثه وبتنتهي تماما. ده فعلا فعلا سحر، يعني بيطهر الفروه تماما من القشره. انا عندنا بقى في ناس عندهم قشره انا هخليهم يكتبوا الوصفات دي. يعني الحاجات دي يعني محققه نجاح فوق الرائع بجد، سواء مع كل حبايبي واصحابي اللي حواليا او العملاء بتوعي. طب انا هستاذنك بس عايزين نشوف حاجاتك وتشرحي لنا كده على الهواء. ماشي اتفضلي. اتفضلي ممكن الاعداد ينزل بالشغل. استاذه رضوى ايه ده؟ الحاله دي شعر افريقي ضعيف جدا ومتهالك باين. جدا الشعر ده فعلا العميله بتاعته ما كانتش بتعرف تسرحه خالص وكانت بتعاني. انا الحمد لله اتصرنا في الشعر افريقي ضعيف اهو، استخدمنا له البروتين المناسب له وبعدين عملنا له ترطيب. الشعر ده دوت شعر كان فيه نسبه شيب عاليه جدا والمتخصصين بيعرفوا كلامي. نسبه الشيب ده يعني الفرد بتاعها بيبقى صعب جدا. ده اتعمل له معالج، ده مش بروتين، ده ترميم. ورغم كده بفضل الله النتيجه كانت فوق الممتازه. باين واضح جدا شغل حضرتك. لا بجد ترميم ده كمان يا جماعه ما فيهوش بروتين. ده ترميم بنسبه فرد بسيطه بنسبه 20%، والحمد لله الفرد اتحقق والنتيجه تحفه ومتابعته فوق الرائعه. تسلم الايادي. ده كولاجين، ده كولاجين مع بروتين وشعر مسبوغ. هو شعرها في الاول حلو ولا ده؟ لا برضه شعرها خالص. انا برضو الصور قبل موجوده وكانت سابقه ما شاء الله. انا شايفه حرير الكولاجين انا شايفه حرير نازل والمتابعه بتاعته فوق الممتازه. انا على قد ما بهتم بالنتيجه الفوريه على قد ما بهتم بالمتابعه. البروتين الناجح يعني متابعه ناجحه. ايوه ده اهم النقط اللي بتكلم فيها. وكمان بتكلم في حاجه يا جماعه مهمه جدا. أيوة. مجموعه الافتر كير بعد البروتين حاجه مهمه جدا، لازم انت كمتخصصه تدوري في السوق. السوق بتاعنا بقى مليان منتجات. خلاص انا منزله امبارح مجموعه افتر كير. ده طبعا ثقه عمياء. المنتج ده بجد منتج احنا على ايدينا بقى. ايوه يعني ده بقى المنتج اللي احنا مربينه على ايدينا. عشان بس الـ الـ الناس ما يقولوش، عشان احنا ده منتجنا هتشوفوا بعينيكم متابعاته نتائجه فوق الممتازه. عشان كده بتكلم الافتر كير يا جماعه لكل المتخصصات والعميله تسالي قبل ما يعني تستخدمي يعني ايه افتر كير. مجموعه عنايه بعد البروتين وحتى مجموعه عنايه ليكي لو مش عامله بروتين خالص مهمه جدا. استخدامك للشامبو والبلسم والماسك للشعر ده مهم جدا جدا، بيحافظ على صحه الشعر وصحه الفروه. وبرده ملحوظه يا جماعه ممكن ناس كتير بتغلط فيها، الشامبو معمول للفروه والبلسم معمول للشعر، يعني ما اجيبش البلسم ولا حمام الكريم
على الفروه، ده من اسباب القشره والتساقط، دي حاجه بتسبب التساقط جدا. لو حمام الكريم او البلسم لمس الفروه لازم اغسلهم كويس جدا جدا. ما شاء الله عليك يا استاذه روعه، انت تخصص ودخلت في مجال الطب كمان. الله اكبر عليك. يعني على فكره مش واخداها هوايه كمان، انا بدرس، الموضوع بدرس اكاديمي. الموضوع اصلا بتاعنا ده اصلا يعتبر طبي. احنا بنعالج. ايوه لا انتوا ما شاء الله عليكم. يعني انا يعني احنا بنجمل الشعرايه بس بطريقه صحيه وعلميه. انا يعني انا عارفه انا فقيره جدا في مجال التجميل، بس بجد انا ما بقعد هنا بلاقي حاجات فعلا انا بستفيد منها بروح اطبقها. ولازم يا جماعه نبقى فاهمين، مش اي متخصصه تسلميها ايديكي، بجد اتكلمي معاها حسيتي ان هي فاهمه ودارسه توكلي على الله، حسيتي غير كده غلط، انت اللي بتدفعي الثمن وانت اللي غلطانه في حق نفسك. انا بتكلم بجد الكلام ده، مش اي معلش مع احترامي لاي حد عارف يمسك ازاي مكوى او يطبق تسلميه شعرك. والله احنا بيجي لنا في المراكز اللي انا بروح فيها بلاوي بسبب سوء الفهم وسوء التطبيق. يعني المنتج ممكن يكون ممتاز جدا، واحده لسه بادئه يا دوبك عرفت تمسك مكوى تقوم بعد بس خلاص تطبق قدامك. في ناس بتعرف تبيع الكلام، في ناس بتبيع الكلام قبل المنتج او قبل ما تشتغل. دي ان شاء الله هتبقى مهمتنا. وبشكر استاذه روعه جدا ادتني الفرصه دي ان انا فعيني هم بيصدقوهم فبينجرفوا ورا السعر قليل ونتيجه حلوه، وممكن يجيبوا الصور بشغلهم. انا قلت لحضرتك دي بقى مهمتنا ان شاء الله، وبشكر كمان استاذه روعه على الفرصه دي. ان احنا هنا دورنا للستات البيوت البسيطه جدا ان احنا نثقفك واحده واحده عشان لما تروحي مكان تعرفي الست دي بتفهم ولا لا. ما هو بصي يا استاذه رضا، اللي بيجي بيقعد على الكرسي دوت احنا قلنا الحلقه اللي فاتت لو متميز اللي عايز يبقى متميز، ولازم يكون فعلا صادق في كل كلمه بيقولها، لان احنا بنتكلم اصلا مع الضيف وبنشوف شغله. على فكره بنشوف شغله بعينينا قبل الفيديوهات. مدام روعه مش بتشوف شغلنا وبس يا جماعه، مدام روعه بتسال علينا وبتختار المتميزين جدا جدا. بنشوف المجال، بنشوف الاسم من يومين كده ان اي حد بيطلع واي حد لا خالص. على فكره والسؤال ده انا اتسالته كم مره، ازاي بتطلعي في البرنامج يا جماعه؟ مدام روعه بجد بتتعب وبتدور على المتخصصات المتميزات. مش ممكن تكون متميزه في كل حاجه، لكن لو حتى عندها نقطه تميز احنا هنا بتظهرها عشان كنتوا كمشاهدين كمان عشان تستفادوا وعشان يبقى عندنا وعي وثقافه. انا مش طالعه من شو. لا طبعا بجد. وعلى فكره احنا هنا بنتكلم بصي برضو ونجاحك وشغلك واللي انت ارادتك واللي انت وصلتي لتقعدي على الكرسي ده واللي انت عندك فكره وهدف. ايوه طبعا. لان في ناس كتير قاعده في البيوت دلوقتي تقول لك ايه مش لاقي حاجه اعملها. لا انت وحدي قاعده بتتفرجي على دلوقتي. اكيد اتولدت جواكي فكره. ايوه انا اتولدت جوايا فكره. من هنا ان اي واحده عندها موهبه نميها ادرسيها. ممكن يكون فاتك سن التعليم، مفيش اي مشكله. انا مفروض انا عندي موهبه النهارده، وعلى فكره باقل الامكانيات وكل حاجه دلوقتي بقت متاحه. هي الاعداد هينزل صور برضو شغل حضرتك ممكن معانا. اتفضلوا عايشه وهي الصور شغاله كده عشان بضع في قصاد المطبخ. لا احنا شامعه بصي بقى عشان المطبخ سامعه الصراحه مش قادره امسك نفسي. عربي مجعد الشعر ده ما كانش ينفع ننزله فرد نسبه فرد كبيره لانه كان ضعيف جدا. ودي برضو بنوه عليها يا جماعه للمتخصصات بقى، وانت كعميله شعرك بالطريقه دي تقول لها انا مش عاوزه نسبه فرد، انا عايزه علاج اكتر. ايوه احنا انا برضو اخترت له بفضل الله. هو ده الشعر؟ ده البنتين ما شاء الله وفي نسبه زيوت. ده كانت النتيجه بتاعته. العميله كانت منبهره جدا بالنتيجه وبفضل الله، وبرده باكد متابعته فوق الممتازه. وديت دكتوره اصلا، وده بقى بتكلم عن الصبغه مع البروتين. شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده شعر مسبوغ وده حققناه البروتين اللي كان طالع نتيجته. قد ايه الشعر صحي بعد صبغه وبعد بروتين؟ لا ده عشان احنا اخترنا الصح. ده شعر متهالك. ايوه النتيجه بتاعته 80%. انا على فكره بظهر النتيجه سواء 50 سواء 60 سواء 70 80%. انت بتقولي الاقل. بقول بتقولي الاقل عشان يطلع الاحسن. ولازم يبقى عندنا مصداقيه مع العميله. ايوه وابقى عارفه انا مش مهم عندي النتيجه تطلع 100% على قد ما احافظ على شغل شعر العميل وصحته فيما بعد. ايوه لا ما شاء الله. حضرتك بصي الصوره اللي على الشاشه، ده الشعر الافريقي اللي احنا كنا بنتكلم عنه. الشعر ده العميله بتاعته فعلا كانت بتعاني وما بتعرفش تسرح شعرها. ده اخترنا له برده نسبه فرد عاليه مع مرطبات. واشتغلناه الحمد لله. العميله شهدت معايا بحاجه، قالت ان هي ما يعني الحمد لله في الجلسه دي ما اتأزمتش وشعرها ما اتقطعش زي جلسات تانية كانت عاملاها قبل كده. لازم ابقى حنين على شعر العميله.
يتعامل معاه برفق. أيوه. يعني انا بشوف متخصصات وهي بتطبق البروتين تقطع في الشعر كده يا جماعه ما ينفعش. أيوه. خالص كده احنا بنهلك شعر العميله. أيوه. لازم اتعامل بالراحه جدا ويبقى عندي مشط واسع وهيسرح الشعر برفق عشان احافظ عليه بعد كده. علاج وتجميل بتعالجه وبتجملي. لا انا مهمتي كمتخصصه التجميل بجمل الشعر. بس ايه عايزين بس ندوق بس لا انا شايفاكي كده واخده راحتك. لا معلش مش قادره والله فظيعه. انا صحيت ضحكت عليكم سايباكم انتوا تتكلموا وانا ما شاء الله الله اكبر. على فكره انا استاذه مطبخ. انا مش عارفه انا باكل ايه. حاجه جميله قوي بس انا مش عارفه ايه هي. انت ممكن تقولي لنا ايه دي؟ دي كفته فراخ. بجد والله؟ بس الاسرار بقى ما تتقالش. ما اصل انا عارفه كفته الفراخ بس دي طعمها احلى من كفته الفراخ والله. انا عارفه الاعداد والمشاهدين بيحقدوا دلوقتي. بعد كده بقى نقول لكم الطرق عشان تعملوها. هنقول لا انا بهزر. شوف ايمان ما شاء الله تسلم الايد. ممكن استاذه روعه؟ استاذه رضوى انت ما عندكيش عروض بقى؟ اتفضلي قدميها عشان خاطر البرنامج بتاعنا. يعني لازم تخفيضات. لازم. المره اللي فاتت انا قلت ثلاث حالات مجانا وانا دلوقتي بشتغل معاهم. على فكره يا جماعه برضو بنوه لحاجه معلش. اتفضلي. ان انا مش اول ما واحده تجيلي اقوم ايمن منفذ لها. لا انا الثلاث اتصالات اللي جولي وعملت لهم هم دلوقتي في مرحله العلاج. والله. انا بعالج الشعر الاول قبل ما بعمل له بروتين. عشان البروتين ده عمليه تجميليه. يعني انت لو في عروسه طبعا لازم تجيلك بدري. مش موضوع عروسه بس. اي عميله لو داخله لي دلوقتي وعايزه في عروسه ممكن تيجي تقول لك قبل الفرح بكام يوم تقول لك انا مش عارفه عايزه كذا كذا. لا يا جماعه لازم النقطه دي ننوه عليها. مش اي واحده تخش عليكي مكانك تقول لك اعملي لي تشتغلي لها الا اذا شعرها يسمح. انا دلوقتي يعني انا بقالي 3 اسابيع بعالج شعور عشان اعرف ابدا لهم جلسه البروتين. ما شاء الله الله اكبر عليكي بصراحه. يعني ده مهمه جدا جدا. مش اي شعر اقوم حاطه له المد. لازم عشان احنا متخصصات تجميل مش علاج. ايوه. فلازم تخش في مراحل العلاج الاول. أيوة. قبل التجميل. ايوه فاهمين النقطه دي مهمه جدا. بتعالج الغرض. العروض برضو مالناش دعوه بعروض الحلقه اللي فاتت. العروض ساريه. اول 3 متصلين عليا لهم البروتين او العلاج المناسب لشعرهم او الديتوكس المناسب لشعرهم مجانا عشان خاطر مدام روعه. المتصلين بعد الهوا عشان استاذه رضوى على فكره مش عايزه مداخلات تليفونيه وهي اللي طالبه كده. انا مش عايزه يا جماعه والله انا رفضت الاتصالات لان فعلا في اتصالات كتير ناس عاوزين يتواصلوا على الهوا. كانوا هيعطلوني ان انا اقول الرساله اللي انا عايزه اقولها. فده عشان خاطركم انتوا. انا رفضت الاتصالات بس انا تليفوني مفتوح وعلى فكره اي اتصال بيجي لي وانا ما بردش بعد فتره انا اللي بتواصل وناس كتير تشهد بده. لا وانت فعلا قلتي قبل الهوا انا عايزه افيد. انا طالعه افيد. أيوة عايزه اقول معلومه النهارده. ايوه عايزه عشان انا بيصعب عليا جدا شعور الناس اللي بتجي لي قد ايه متدمره من تجارب قبل كده. فده صعب جدا وحرام. ويعني اي متخصصه معلش الامانه مهمه في شغلنا. يعني عرضك جداً. ايه هو اخر مره عشان الناس تسمعه تاني؟ اول 3 متصلات ليا لهم علاج سواء بروتين سواء ديتوكس الفروة الشعر سواء ترميم اي علاج اي تجميل للشعر. انا ده مجانا عشان مدام روعه. شكرا يا استاذه رضوى. شرفتينا ونورتينا وافدتينا وامتعتينا. ربنا يبارك. انا اللي ببقى مبسوطه ان انا ببقى معاكم بجد. وحاسه ان شاء الله احنا بنقدم رساله كويسه جدا ومهمه وان شاء الله من نجاح لنجاح. وانا فعلا متشرفه بمعرفتكم. احنا اللي متشرفين. والله احنا انت نورتينا. تسلمي. ربنا يخليكي. فاصل ونعود انتظرونا. طبعا احنا بادئين الساعه 3 الا ربع. انا قلت لكم امسكوا الساعه. بادئين 3 الا ربع مخلصين 5 وكل الشغل كان قدامنا. واللي عايز يشوف الشعر الافريقي يخش لي خاص وانا هوريه له. الشعر الافريقي ده والله لسه اول امبارح يعني مش بعيد وحطيته وكبست على طول. هي كان في مشكله ان انا قلت لكم انا مش هعرف ازيعه ليه يعني. تمام؟ ليه؟ مفيش اراء ولا في اي حاجه ليه ولا ليه؟ لانها سيده كبيره فهي ما بتعملش. هي جايبنا البنوته عشان لسه صغيره ما بلغتش. حرام يعني من الاخر. يعني بنت مش بالغه عشان خاطر اعرضها قدامكم كده. عادي يا جماعه انتوا فاهمين طبعا كلامي. انا بعرضش الشغل بتاعي على العام كده. انا عايزاكم بس حد يقول لي ايه رايه. مش بس فين العينه؟ على فكره الناس اللي ما خدتش عينات
العينات الاسامي بتاعتها انا تبعها والعينات هتوصل لها والله العظيم. الكلام ده بنسمعه كتير. لا معلش انت جربت تعمل فروع عضوي اصلا في اي حاجه؟ امال ايه بقى؟ ومعلش انا عايزه اقول بس حاجه بمناسبه برضو ايه المصداقيه بتاعت الموضوع. موضوع البرنامج حصل عليه مشكله امبارح على الفيس ان انا بطلع اي حد. لو في اي واحده شغلها مش مظبوط انا ما بطلعهاش. ولو في حد طلع معايا وانا رفضته انا ما اعرفش مين في الموجودين يعني يا ريت يقول. يعني انا ما بطلعش واحده ما بتفهمش حاجه تطلع على الشاشه وتقول انا خبير التجميل وانا متخصصه بروتين وانا يعني الكلام ده احنا لا انا ما بطلعش غير اللي تستاهل تطلع تعلن عن شغلها بالظبط كده. ف يعني لو حد مش عارف يعمل حاجه انا ما بطلعش حد شغله مش كويس لان انتوا قبل ما هتقعدوا انتوا هتطلعوني انا انتوا مره واحده هتطلعوا خلاص انا الاسم هيقع معاكم. فعشان كان في مشكله امبارح على الفيس ان في حد يعني قال الكلام ده. انا عايز اعرف هو ده اخد تقريبا كام جرام بروتين؟ ده اخد 35 ملي بروتين. احنا اشتغلنا قدام يا جماعه كان قدامكم وخد كتير جدا. انا ما كنتش عايزاه ياخد كل اللي انتوا شفتوه ده. وقال بس بالنسبه لي مهم اتفضل. حصل ان هو اتحضرت لا لا خالص انا لسه غاسله النهارده الصبح. انا مبلغه مدام سانتي امبارح قلت لها انا عايزه حاله بنت ما بلغتش انا كان معايا. ورجعنا لكم تاني من جديد ونشوف بقى الزهور اللي معانا النهارده. ماشي ادي الزهره الاولى استاذه نيفين. اهلا بيكي. واستاذه فايزه شرفتونا ونورتونا. المنصوره ودمياط بلد الرز والمكرونه بلديات يا جماعه. ماشي ودمياط انا اعترض المنصوره الفسيخ معلش اساليني انا لا منصوره لا معلش الفسيخ ولا مكرونه الممتاز شفتي وطنطا طبعا شلها يا بدوي لا دمياط 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 يعني حلويات المشبك والخشب لازم المشبك المشبك ايوه طبعا. بصي بقى يا استاذه نيفين احنا بصي ايوه بدايتنا كده بنحب نشوف بس انت ابتديتي ازاي مشوار نجاحك كفاحك لو انت حابه تتكلمي فيه اتكلمي قولي. لا تمام مفيش مشكله. انا بالنسبه لي الحمد لله انا طموحه يمكن هو مش عيب انا بعتبرها ميزه ان انا طموحه زياده عن اللزوم. ايوه بحب اعتمد على نفسي جدا. ايوه كل ده بدات ان انا ادرس فيه واخد دورات وكورسات فيه على اساس ان انا اشتغله وانا على درايه بيه مش ان انا مجرد ان انا فن تجميل ان انا اللي جايه دي جايه تقعد قدامي مامنه نفسها. أيوة. فلازم انا ابقى قد الامانه دي. ايوه فالحمد لله اللي انا وصلت ليه ده كان شفت فيه الصعب جدا. أيوة. وعرفت فيه الحلو والوحش وناس الحمد لله ناس قريبه مني جدا هي اللي دعمتني لده وادتني القوه ان انا اكمل في ده والحمد لله نجحت في ده وفخوره بنفسي جدا. يعني وقعتي وكسرتي وقمتي طبعا وقعتي وكسرتي وقمتي يعني الدنيا مش بامبة زي ما سعاد حسني قالت وغنت لحسين فهم هو الوحيد بس اللي يتغنى له يا جماعه الحياه هو الوحيد اللي يتغنى له هو الوحيد اللي يتغنى له الحياه يا جماعه زي احنا زينا زيكم الحياه عندنا بالالوان كلها بنحزن بنتعب بنبكي بنفقد عزيز بس بنقوم يعني بنقوم تاني طبعاً. يعني انا مثلا انا لما باجي اقع عن نفسي انا ما اجي اقع لازم ما اجي اقوم تاني لازم اعمل اطلع بفكره جديده ابداع جديد لازم اعمل زلزال في المحيط اللي انا فيه طبعاً. ايه ده هي دي اللي كانت بتعيط امبارح هي دي اللي كانت بتعيط امبارح نزلت 10 درجات اطلع للقمه مع كسره واحده تمام اطلع للقمه مع كسره طبعا وعندك امثله كبيره للناس دي عندي امثله جدا 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 بقول والله عارفه للناس المشاهدين ليه ما نخليش حياتنا عيد انت ما بيكون في عندك عيد كده بتقعدي قبلها بكام يوم كده لا انا بعمل كذا انا وتتعبي جدا وتواصلي ليل بالنهار لا انا هعمل كذا وكذا عشان بكره العيد عشان في هدف قدامي ان في يوم هبقى مستمتعه فيه ومرتاحه فيه لو احنا نعيش حياتنا بالمنظر ده ان انا هقوم كل يوم بكره العيد انا هعمل لو هرسم هدف واقعد اسرح بخيالي كده الهدف ده بوصل له هوصل له ازاي هبقى حياتي عامله ايه صدقيني مفيش حد هيتكاسل مفيش حد يا جماعه هيسافر
مفيش حد هيسافر، ليه اسيب ابويا وامي وزوجتي واخويا واختي وابني؟ الاعمار بيد الله تمام، ومحدش عارف مين هيوصل مين، عشان ما نرجعش نندم تاني ونقول يا ريت. تمام، احساس النجاح حلو، احساس انك انت عملتي حاجه ده احساس بيخليكي بتضيع اي تعب بالظبط، وان انت لما بتشوفي نجاحك قدام عينيكي. انا عملت ده في سبيل ان ناس كتير جدا بتيجي باشكال صعبه جدا في شعورها بعد تدريب فيها وبعد ما بيجربوا فيها، وانت بتقدري تعالجي ده وتوصليها فرحتها بفرح تعبك. أيوه. كله بعد النتيجه النهائيه بتحسس يعني انت مش بتحسي بتعب. أيوه. نجاحك قدامك. ايوه، فده في حد ذاته حاجه بتخليكي بتضيع اي تعب. فاحساس النجاح حلو بجد بجد، يعني الواحد يا رب دايما من نجاح نجاح يا رب، وتكوني حابس كده مشرف لكل اللي بيتفرجوا عليكي، وما يقوموا ينفذوا الفكره اللي ده اللي بتدور جواهم دلوقتي. الاعداد بس عايز ينزل بس شغل تمام. حضرتك اتفضلي معانا. الشعريه دي كانت شعريه صعبه جدا، لدرجه ان العميله جايه كانت قصاب المقص من صعوبته، وقالت لي انا عايزه اشوف النتيجه، اللي يا اما هشيله خالص يا اما بصراحه كانت بتعيط. الشعريه افريقيه صعبه جدا جدا التعامل معاها. الحمد لله عملت الاول جلسه ترطيب، وبعد الترطيب بدات ان انا وصل للنتيجه بتاعته. دي برضو شعرية جاية برضو كانت متدمرة جدا بعد فرد صعب جدا عليه. الحمد لله برضو عالجته، كان برضو نسبة بروتين خفيفة. حاسة ان انتوا بتعانوا يا جماعة في المهنة دي، بتعينوا لا 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 صعبه جدا، مهنه صعبه جدا على فكره. هو ده اللي احنا عملناه بقى امبارح، وعلى فكره مهنه بتاخد من صحتنا. انتوا كنتوا موجودين امبارح في الايفنت احنا اتكلمنا عليه، وشفتوا النتائج عامله ازاي. ما شاء الله منتج جميل جدا، يعني هنرتاح ان شاء الله وهريح كل المتخصصات. انقلاب لا اللي حصل امبارح انقلاب. ما احنا تعبنا عشان نوصل لكده، احنا ما عملناش الانقلاب ده بسهوله والله، يعني تعبنا بجد. انقلاب ثوره حقيقيه، وثوره نتائجها بصراحه كانت مبهره. تمام الحمد لله. ده برده شعرايه برده كانت ضعيفه جدا، برده عملنا لها كبروتين، وكانت النتيجه زي ما حضراتكم شايفين. دي الصوره بتاع الصوره الاولانيه خالص الشعر، دي النتيجه الاخيره. النتيجة زي ما انتم شايفين العميلة كانت مبسوطة جدا ومش مصدقة اكيد قص وده، لدرجة ان هي قالت لي انا شعري انا راسي بتزغرط من جمالها بجد. فرحتها كانت مفرحانة جدا، طبيعي تاجر ست شعرها يعني. ايوه لدرجة ان كمان يعني الفروة كانت مجروحة. الحمد لله ده ما اثرش برضو باي حاجة، لان مش اي نوع بروتين لازم اختار نوع البروتين اللي انا هشتغل بيه على حسب الشعرة. مش اي شعره بتاخد بروتين وخلاص. أيوة. لا انا لازم الاول احلل الشعرايه اشوف هي هتاخد بروتين ايه، هتستقبل بروتين ايه. ايوه، فالحمد لله وصلت للنتائج اللي انتم شايفينها دي. لا بصراحه ما شاء الله تسلم ايديكي. معلش مع مقاطعة كلامك برضو افكرك برضو بان احنا من ضمن اعجاز البروتين اللي احنا عملناه ان هو لكل الشعور بتختلف، ان احنا ممكن على الشعر اللي هو الصعب بنسيبه شويه، انما اي شعر تاني بنشتغل على طول من غير ما نسيبه اصلا على الشعر. تمام هو ده الفرق بين دي ودي. تمام بس انما ما فيهوش حتى نسبه ال 2% الفورمالين اللي احنا كنا بنتكلم ان هي لازم 2% من 100 لازم تبقى موجوده في كل بروتين. لا احنا مش حاطين حتى النسبه دي في البروتين وهي بتاعنا. كانت نتيجته بصراحه ظاهره امبارح، هو كانت نتيجته امبارح بصراحه جميله جدا جدا، كل حاجه جنب. كل التطبيق من اوله للاخر اتطبق قدامكم. تمام. يعني ما جبناش فيديوهات. انا عارفه ان انت كمان تخصص بشره. ايوه الحمد لله برضو من ضمن المجالات ان انا الحمد لله برضو قدرت ان انا انجح فيها قوي. ازاي ان انا انظف البشره، ازاي ان انا اعالج الحبوب، ازاي ان انا الكلف، الهالات السوداء، كل الهالات السوداء كمان، كل ده الحمد لله. العميله بتطلع من عندي منوره، مفيش اي حاجه من دي. بتابعها سواء بروتين او بشره، انا بتابع الحاله اللي معايا مش بسيبها. بقول لها انت ترجعي لي في اي وقت وملزمه مني انا. أيوه. انت مادام دخلتي لي واثقه فيا خلاص انت بتاعتي. فالحمد لله بتطلع من عندي، بالجلسه بتطول بس الحمد لله بتطلع من عندي مرضيه جدا، فرحانه مش مصدقه ان هي وصلت للي هي فيه ده.
أكيد. الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما كده تبقي متفوقه ومتميزه دايما زي ما انت. مفيش حد بيجي هنا غير المتميزه. تسلمي يا استاذه روعه. وطبعا شرف ليا ان انا مع حضرتك النهارده. انا والله اللي بتشرف بيكوا والله ما يعني بتشرفوني بجد. تسلمي. كان بصراحه انت كنت منوره الايفنت امبارح ومنتجك كمان بصراحه كان تحفه وتطبيقه كان تحفه. طبعا منتج روعه. ان شاء الله باذن الله نشتغل بيه بقى على طول. نشتغل بيه كله هيشتغل ان شاء الله. هنزله بس الصور لحضرتك بتاعت البشره. تمام. اتفضلوا. ده السنتر بتاعي. البشره دي كانت جايه برضو فيها كلف وتصبغات. الحمد لله ده بعد النتيجه. يعني يا معلش يا الصور كانت راحت مني من على الفون بس. اللي بعده ايه ده؟ بصراحه كانت النتيجه مبهره جدا لدرجه ان انا بعد ما خلصت وكنت بوصل للنتيجه دي كانت برضو حبوب انا وبذور سودا. انا نظفت ده الحمد لله مع الجلسه اللي انا بعملها. كانت برضو فرحانه بالنتيجه جدا. يمكن الصوره واضحه ازاي البشره بتلمع ونظيفه ومفيش فيها اي حاجه. وده وهي معايا في سبيل ان الناس بتروح اصلا وده بتروح سنترات بيدوا فيها مبالغ. انا مفيش الكلام ده. الحمد لله بديها. يمكن حضرتك شايفه الصوره على الشاشه. ما شاء الله كل ده وبتطلع. ايوه وهي معايا بتطلع من عندي بتكون النتيجه كده لدرجه ان هي بتبقى مستغربه نفسها. الحمد لله. الحمد لله فضل من ربنا وتوفيق مني. بتمشي بقى على مثلا نوع كريم هي بتجيبه من الصيدليه او انا لو موجود تحت عندي حاجه. ده كله يعني بصراحه انا بكون فرحانه من النتيجه جدا وهي بالشكل ده طالعه من عندي كده. النتائج مفرحه بصراحه. ولك الفخر حبيبتي. تسلمي. ده برضو بشرة تانية بعد التنظيف. هو اهم حاجة ان انا معلش هو الاهتمام بالبشرة. هو الاهتمام بيها في كل حاجة. لان هي عامل حساس لازم. لازم اتعامل معاه بلطف في كل حاجة. مش ان انا بالذات في الشتاء والصيف. الشتاء بيبقى محتاج مرطبات. كتير. اهتمام بالبشرة. الجلسات. الناس اللي بتاخد ان الموضوع هي كده وخلاص. لا انا لازم جلسات على الاقل كل شهر. ان انا اشيل الطبقه الميته انظف ده. فالحمد لله كانت النتائج زي ما انتم شايفين. ربنا يوفقك بجد والله. يعني نجاح تاني حبيبتي. تسلمي. استاذه فايزه من طنطا نجاحك. عايزين نشوف النجاح بتاعك. ابتديتي ازاي؟ ايه مشوارك؟ انا عن نفسي اصلا انا بحب المجال ده قوي. أيوة. يعني مثلا انا قبل ما اشتغل فيه انا كنت حابة في البيت. كنت حابة ان انا يعني مثلا صاحبتي بتجيلي انا اعمل على نفسي انا اشتغل على نفسي. انا اصلا بحب الميك اب وبحب فلما اول ما ابتديت وكده يعني دخلت في مجال البروتين والشعر والكلام ده. رحت ما دخلتش في غلطة برضو في حضرتك عايزة أعرف حضرتك بيها. إن مش كل متخصصة عايزة تشتغل في المجال ده. إن أنا أدخل على اليوتيوب وأشوف طريقة تطبيق البروتين. لا طريقة تطبيق الترميم. لا خلاص أنا خلاص بقيت متخصصة وكده بقيت أشتغل في المجال ده. لا أنا يعني الموضوع خد مني وقت كتير. خد مني مجهود. جاء على حسابي. جاء على حساب نفسي. جاء على حساب صحتي. نجاح مش سهل. جاء على حساب ابني. انت فاهماني اهمال يعني ربنا. يخلي والدي ووالدتي طبعا هم اللي شايلين ابني دلوقتي. ربنا يبارك فيهم يا رب. بس ده كله على يعني في ناس كتير برضو بتعاني من الموضوع ده. لازم يكون في تاثير في حته برضو يعني انا نفسي الناس بس تقدر قبل ما اعرض شغل او قبل ما اتكلم في اي حاجه الناس بس تقدر. وصلتي ازاي كده؟ تقدر التعب بتاعنا اكيد. دخلت ورحت اكاديميه اتعلمت فيها ويعني اتعلمت المجال ده فيها. اول حاجه صاحبه الاكاديميه ديت الدكتوره يعني اي لقب هي تستحقه استاذه نونيا كامل. طبعا انا يعني انا عن نفسي مش عايزه اتكلم في اي حاجه. انا عايزه اعمل الحلقه ليها هي مخصوص كمان دي يعني الفقره بتاعتي دي ليها هي. ان هي اللي وصلتني لكده. هي اللي علمتني. كانت معايا بصراحه هي ام. طلعت يعني بالموضوع ده بالخلاصه بالفيتامين
بالاخر طلعت بكل مشيت حاجه مشيت في علاجه قبل ما انا عايزه اعالج ابدعت فيه. ايوه احنا بس كنا عايزين نشوف بس شغل حضرتك برضو تمام. عشان نستفيد يعني. اتفضلوا ممكن تنزلوا الشغل. اتفضلي اتفضلي يا استاذ اتفضلي. ولادنا بقى ايه ده؟ إيه الشعر ده كان بيور اصلا، فطبعا حبت ان هي تعمل صبغه فانا صبغت لها الاول. طبعا ماشي دي المراحل بس. ايوه ماشي قولي اول مرحله. دي اول مرحله انا عملت لها الصبغه. بعد كده دي النتيجه الاخيره ان انا سبت الشعر ما بين الصبغه وما بين الترميم 10 ايام. الشعريه لازم تاخد راحتها. أيوة. مش مجرد ان هي تدخل لي ان انا خلاص اعمل صبغه واعمل ترميم او اعمل فرد في نفس اليوم. أيوة. ده غلط. لازم الشعريه برده الشعريه تاخد راحتها. دي افتخنت النتيجه ما شاء الله. ده ترميم على فكره. لان هي شعرها لا احنا دخلنا كده على الميك اب. خلينا في الترميم. دي اول ايه دي على فكره. ايوه تمام ماشي اتفضل. الصوره اللي جت اللي هي بتاعت الميك اب دي أيوة. على فكره دخل جابوا لك تاني اهو يا ستي. ده الشعر ده برده كان اول بدايتي خالص. ده كان اول شغلي بقى خالص يعني. دي كانت تاني حاله اتعلم فيها. دي لا ما شاء الله كده بتتعلمي. حضرتك دي اول برده دي اول شغل اشتغله خالص. اما اول شغل نتيجه كدا. من شغلي. اما اول شغل ونتيجه دي اول نتيجه كدا. من شغلي على فكره. والله ما شاء الله دي اول نتيجه. قالت انا بجيب. بصي هي هي بتبقى هوايه. هي بتبقى هوايه وبعد كده هي بتنميها حاجه جواها وكملتها بالدراسه. بالظبط كده حاجه جواها وكملتها بالدراسه. ده صبغه برضو ما شاء الله. صبغه وبروتين ولا صبغه بس؟ لا صبغه وبروتين. ماشي. عايزه بقى تكملي تقولي ايه تاني؟ ايه الجديد اللي انت عايزه تضيفيه؟ هو الجديد اللي انا عايزه اضيفه يعني اللي انا عايزه اضيفه في المجال ده ان احنا طبيعي يعني انا عايزه امشي على العلاج. انا مش عاوزه مثلا واحده تجي لي ان هي تقول لي لا انا عايزه شعري مش عارف ايه. انا مش بصنع باروكه. انا عايزه اعالج. عايزه احسن من يعني تيجي لي لازم اعالج الفروه الاول. دي اول حاجه. بعد كده انا بمشي معاها يعني. طيب في حد مثلا ممكن يجي لك ان هو عاوز يعمل بروتين فقبل ما بتجي لي لا انا مش عايزه اعمل بروتين ده بيوقع الشعر ده مش عارف ايه. تبص لها كده طب ممكن اشوف بس شعرك الاول. أيوة. المشكله ان هي بيبقى عندها حاله تساقط قبل البروتين او قبل الترميم فظيعه. طب احنا ليه بنجيب السبب في كده؟ ليه بنجيب السبب في كده؟ ايوه معظم برضو كده يقول لك احنا عايزين نعالج ده. انت جايه وبتساقط. طب يعني انت فاهماني؟ يعني هي جايه لي بالتساقط اساسا يعني شعرها فيه تساقط رهيب. انا قبل ما بشتغل عليها يعني بعمل لها من 3 لـ4 جلسات تساقط الاول. لازم اوقف لها التساقط قبل ما اشتغل فيه. بتعالجي وبعد كده تشتغلي عشان النتيجه تطلع كويسه زي ما انت عايزه. تمام. ومش معنى كده ان هي بتمشي من عندي ان انا لا خلاص لا. انا بفضل اتابعها. أيوة. بتجي لي يعني انا بفضل معاها على طول يعني. ولازم تاهيل الشعرايه قبل البروتين. بجد لازم يعني تاهيل الشعرايه شغلكم كله ممتاز وفوق الرائع. ما هو احنا مش ما احنا البرنامج ده اصلا معمول عشان كل حاجه حلوه طالعه بصوره حلوه بس هي معموله غلط. لا احنا عايزين الحاجه بنوصل لها صح ازاي كده. انا عايزه بس قبل ما تاخدونا كده في الكلام. أيوة قولوا عروضكم اكيد جايبين عروض. تمام. انا العروض بتاعتي هديه من 3 هدايا. إيه؟ اول حاجه بقدمها مجموعه العنايه. أيوة. لان دي لازم في ناس تقول لك لا ما انا عندي السيرم وعندي الشامبو. ممكن لا لازم امشي على مجموعه عنايه نظيفه جدا جدا. هي اسمها عنايه يعني. ايوه جايه من اسمها. أيوة. على البروتين على اي شعر هتعمليه. على اي شعر هعمله. تمام. او ممكن اعمل لها الصبغه هديه. يعني الصبغه للمجموعه العنايه او الهديه الثالثه اللي هي تختارها. الشوار الشوار ده يعني جميل جدا مهم يعني قوي مع البروتين مهم جدا. دي برضو الغلطه اللي الناس يعني انا الثلاث هدايا مختارهم من ايوه الحفاظ على الشغل نفسه. الحفاظ على الشغل. ايوه تمام. الحفاظ على شغلي. تمام. لان في معلومه كتير هم ما يعرفوهاش. أيوة أيوة. ان هم يعني البروتين دوت لازما كانك لازم تسيبيه ينشف. ما تلموش ومبلول. الغلطه اللي الناس برضو بتدخل فيها الشوار ده حاجه مهمه جدا على فكره. أيوة. جدا اللي هي ممكن مثلا العميله مثلا بعد الشاور وكده بالمشط تنزل. لا انا الشعر لازم يكون 60% ناشف.
عشان ابدا ان هي مندي ان هي تفضل تسرحوا مندي فاهماني. دول الثلاث هدايا العروض بتاعتي. انا بوصل برضو لكل متخصصه ارجوكي ممكن تقدمي اي هديه قيمه انت ممكن انت توصليها، بس بلاش اي طول شعر ب 500 جنيه، اي طول شعر ارجوكي راعي التعب اللي احنا بنشوفه والزنا في المهنه. المشكله مش في كده بس، المشكله بتشتغلي بايه ب 500 جنيه ده؟ صحتنا، والله صحتنا، احنا بنعاني من الشغلانه دي جدا مش بالساهل. ان انت تيجي تعرضي وتقولي اي طول شعر ب 1000 جنيه، اي طول شعر ب 500 جنيه، معلش معلش تحت ارحمينا ارحمينا احنا السلم. ربنا يعينكم. انا واحده بشتغل بماتيريال نظيف ويوفقكم يا رب يا رب. عرضك ان شاء الله الاسبوع هبدا من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله. صبغه اي ثلاث حاجات هيجي لي، قص او صبغه ومجموعه عناية دي هديه مني ليها ان شاء الله. والاسبوع كامل هعمل عروض والله ما شاء الله. معلش انا مش عايزين ننسى الشيف، ماشي عشان بس ايه انا عايزه اروح على فكره للشيف. لا انت خليكي انا بس اللي عايزينك تقولي عملتي ايه. وكفته الفراخ والسمبوسه. معلش احنا استعجلناكي النهارده ولا يهمك. الكاميرا مش جايه على ال قولي بقى. دي اللازانيا اللحمه المفرومه. لا كفته فراخ الاثنين. سمبوسه كيك بالبرتقال. طب انا عايزه اكل دلوقتي. معلش هي كانت ناويه تعمل لنا مشروب جامد جدا بس نسيت الصفايه حرمتنا. لا احنا ما لقيناش فيشه. صفايه ولا الفيشه؟ الفيشه. طب بس عشان ممكن تقول لنا مقادير الشغل كده مقادير كده على السريع. يلا. تمام. مقادير اللازانيا انا قلتها قبل كده بس هقولها تاني. طبعا احنا بنجيب شرايح اللازانيا وبنعمل صوص البشاميل باللبن وبنجيب طبقات البشاميل، بنحط طبقه بشاميل ومعاها طبقه لحمه وطبقه لازانيا وهكذا لحد ما نكمل الصينيه، وبنحط في الاخر موتزاريلا تخش الفرن بقى. طبعا حاجه تانية خالص. لا واضح واضح ماشي. في حاجه تانية عايزه اقول طريقتها. كفته الفراخ. كفته الفراخ طبعا كفته الفراخ برضو انا كمان قلتها قبل كده، انا يعني عاملاها مخصوص عشان الناس اللي طلبتها وعايزه تشوفها. كفته الفراخ برضو بنحط التوابل العاديه بتاعتنا، الملح والفلفل وتوابل الفراخ، وبتطحن في الكبه وتصبع ونحطها في البيض والبقسماط. احنا عايزين المره الجايه عشان خاطر ما تفضليش تتكلمي تقولي حاجات كتير. تمام. تبقي ما تنسيش بقى اكيد المقادير بتاعتك ان شاء الله عشان تنزل على الشاشه باذن الله. باذن الله المره الجايه. مبسوطين قوي والله ان انت معانا وان شاء الله بس تلبي دعوتنا دايما وتيجي ان شاء الله. ان شاء الله والمشاهدين اللي عايزينك. ربنا يكرمك ان شاء الله. مش عايزه تقولي اي حاجه تانيه. بالنسبه في ناس كتير جدا بتقول يعني بعد ما بنعمل البروتين او بعد بيبقى بعد ما بنشتغله طبعا احنا بنتابع الحاله بعد طول فتره المتابعه بتيجي وبتتباني، فالسحب الجديد اكيد في سحب للشعر الجديد بيطلع. فالزبونه تيجي تقول لك او العميله تقول لك انا مش عايزاه يطلع، انا ازاي ده الشعر مكسر. لا الشعر مش مكسر، الشعرايه يعني في سحب، في شعرايه جديده بتطلع، دي حاجه سبحان الله، دي حاجه رباني، احنا ملناش يد فيها، احنا ما احنا الا تجميل خارجي بس. فانت احنا ملزمين ان انت تشوفي الخارجي مننا. أيوة. احنا مش بندي ادويه او بندي كبسوله او بنقول لك خدي، دي حاجه بتاع ربنا ملناش يد فيها، احنا اللي عامل تجميل خارجي فقط. انا متشكره جدا ليكم بجد، نورتونا والله العظيم واستفدت انا منكم وريحه الاكل والطشه وكل حاجه بجد. تسلم. اول اتصال مجاني ليا بعد الهواء. تسلم الايادي بجد. ويا رب تكون مجموعه الزهور اللي اختارتها اسره البرنامج تكون نالت رضاكم واعجابكم، ويا رب كده نشوف بعض على خير في حلقات قادمه. ولكم مني ارق تحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.